مؤخراً بات الدوري السعودي يتصدر حديث المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي باستمرار، وذلك بفضل الكم الهائل من التعاقدات التي أبرمتها الفرق السعودية مع مشاهير ونجوم كرة القدم حول العالم. فكيف لا يتحدث المستخدمون عن كريستيانو رونالدو ونيمار وساديو ماني؟ حينما بدأت الأندية السعودية في منهجها الجديد، كانت هناك حالة كبيرة من الشك بشأن عدم تأقلم لاعبي أوروبا مع الأجواء في المملكة العربية السعودية بسبب اختلاف الطقس والعادات والتقاليد والفرق بين الثقافة الغربية والثقافة السعودية، ولكن على ما يبدو أن هذا لم يحدث. فخلال الساعات الماضية تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث رواد السوشيال ميديا بعدما قاد فريقه النصر للفوز على منافسه الشباب بأربعة أهداف دون رد، ولكن لم تكن أهداف صاروخ ماديرا هي حديث المستخدمين، بل بطريقة احتفاله. فبعد أن سجل الهدف الثاني احتفل رونالدو برقصة السيف. لنتابع. نصراوي رونالدو على الرقصة النصراوية. ولم يكن هذا المقطع الوحيد المتداول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل مقطع آخر تداوله المستخدمون تحت عنوان تم تهكير رونالدو بنجاح. لنشاهد. هذا كان حال رونالدو، فماذا عن باقي اللاعبين؟ اللافت في الأمر أن السنغالي ساديو ماني أيضاً احتفل على الطريقة السعودية عقب هدفه في مرمى الشباب. لنشاهد. الشباب كل العذاب كل العذاب. ما فعله الثنائي المنضم حديثاً للدوري السعودي حصد إعجاب الكثيرين عبر منصات التواصل. لنتابع البعض من هذه التعليقات، والبداية مع محمد حيث كتب: بيئة النصر جميلة جداً وساعدت الثنائي على الانخراط في الثقافة السعودية، بينما عزام فقال: ثقافتنا أصبحت جزءاً من ثقافة كريستيانو رونالدو، وهذا شيء يدعو للفخر. أما نصر فقال: رونالدو يدافع عن مشروع دولتنا ويمتدح أخلاق وكرم الشعب السعودي، لاعب أسطورة بالفعل. الأيام القليلة ستكشف لنا عما إذا كان سينخرط باقي نجوم العالم في الثقافة السعودية، أم سيقف الأمر عند رونالدو وماني فقط.